إذا سئلنا هل الله تبارك وتعالى ينام؟ نقول انتبه، الله جل وعلا قائم على كل نفس سبحانه وبحمده، فهو قائم بنفسه قائم على غيره. قال الله في الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. اثنين، تحفظون انتوا آية الكرسي: لا تأخذه سنة، يعني نعاس ولا نوم، وهذا من كمال قيوميته سبحانه وكمال حياته سبحانه وبحمده. إذ لو أن الله تبارك وتعالى نام، فمن الذي يقوم على الخلق؟ والله يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، متوكل على كل شيء. وجاء في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الأمر الثاني، النوم صفة نقص وليست كمال. الذي ينام هو ليرتاح مما مضى مشقة، وليستعد للنشاط لما هو آت، وهي منتفية في حق الله تبارك وتعالى.